يبدأ بمروان حمدي ولا سيف الدين جزيري النهارده؟ مروان حمدي. رأي مروان حمدي، عشان مروان حمدي آخر ماتش سجل أهداف، اتحرك مروان حمدي. خلي بالك هو بعيد فترة كبيرة جدا يا تامر، فمعنى إن هو يسجل أهداف، هو مش طبيعي إن هو بيسجل أهداف، هو لسه بيتعود على اللعيبة. إحنا اتكلمنا من المباراة اللي فاتت وقلنا إن هو لازم يعرف إمكانيات اللعيبة اللي حواليه، فهو كان كويس. أنا شايف إن هو يكمل، هيديله ثقة أكتر، إن هو لسه ده كانت مباراة يعني مع تنجيت ونتيجة 4-1، فلا لازم يأكد. ممكن يبدأ بالاثنين؟ وارد، يعني زي ما كابتن ايمن وحازم اتكلموا ان انت في الكاس بتدي فرصه، بس خلي بالك زي ما جينا قلنا الشوط الثاني تونجس ممكن يجيبوا جون. حرس الحدود انت عندك 12 فرقه اخذت كاس مصر، فحرس الحدود دايما اللعيب بصرف النظر عن المكانه بتاعت النادي في الدرجه الثانيه هي فرصه ان هو يظهر نفسه، فهتلاقي اقصى مجهود من حرس الحدود. فانا رايي ان هو لو مربوطه، طب بالاهلي، لو مربوط الماتش ده بالاهلي، اعتقد مركز الراس الحربه بالنسبه له هيبقى مهم قوي طبعاً. ان اللي يلعبوا النهارده هيكون بيحضروا الماتش الاهلي اكيد عشان يديله ثقه، يعني مش هيبقى ده تجربه، يعني في اماكن في الملعب مش هيلعبوا ماتش الاهلي، لكن صح. قد يكون المكان ده ماتش بيتعاد. خلي بالك هو كابتن دلوقتي الزمالك طلع من افريقيا، ممكن يستغل سيف الدين الجزيري، ملهاش دعوه بمروان حمدي، هو خيار اول بالنسبه له. لا انا بقصد ان اللي هيلعب ممكن النهارده هيلعب الاهلي. سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري هو خيار اول بالنسبه له، هو خيار اول حلو، بس عشان مش متأيد افريقيا فهو لعب مروان، بس مروان سجل بالظبط. هو هي دي حيره، برافو عليك. اذا مشاهدينا الكرام.